تفضل يا أختي أم وائل. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت ممكن أكلم الشيخ؟ تفضلي. لو سمحت الشيخ، أنا حامل وعلي قضاء 12 يوم وما قدرت أصومها لأني تعبانة وما أقدر أصومها، وش علي يا شيخ؟ ما عليك شيء، لكن إذا قدرتي على القضاء تقضينه وليس عليك شيء. نعم.